لمزيد من النقاش تنضم لنا من القاهرة الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم اجتماع. أهلا بك دكتورة. بعد التحية، فرضت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء والطاقة إلى تغيير سلوك الاستهلاك بشكل عام، إلى أي مدى تأثرت ثقافة الاستهلاك في العالم بالحرب؟ أولا أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. وفي الحقيقة حصل متغيرات كتيرة، يمكن أبرزها عالميا الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من تداعيات كثيرة جدا على دخل المواطنين في كل دول العالم. عملية الاستهلاك هي في الحقيقة جزء من العملية الاقتصادية، فالعملية الاقتصادية هي إنتاج وتوزيع واستهلاك. دايما في إطار الإنتاج ووفرة الإنتاج بيكون عند الإنسان درجة من الرفاهية في طرح العديد من الاحتياجات وارتفاع سقف الطموح في الاحتياجات الإنسانية، لكن عند الأزمات بيبتدي ينحصر إلى حد ما معدلات الإنتاج بما يتوافق مع طموحات الناس وقدراتها، وبالتالي بيعيد الإنسان أو الدول أو المسؤولين إعادة ترتيب الأولويات مرة أخرى بهدف جبح جماح الطموح البشري أو الإنساني في الاستهلاك، ويعيد الإنسان ترتيب أولوياته فيضغط على بعض الرغبات ويبتدي يلبي بعض الرغبات. وفي الحقيقة دي الثقافة الموضوعية أو الثقافة الصحيحة في النمط الاستهلاكي عند الأزمات. لكن في الحقيقة هناك بعض المواطنين أو بعض المجتمعات البسيطة عنده حالة من الطموح الغير مبرر، حتى في بعض الأحيان بنسميه الطموح المفترس، إن عنده رغبات كتيرة جدا وما تدربش على إنه يرتب أولوياته، وبالتالي بيسود في الوصف الأوساط دي حالة من الاستهلاك الغير مبرر اللي ممكن يعود بالأزمات بدرجة كبيرة ويزيد من حدة الأزمات سواء على مستوى الإنتاج وأيضا أو بسبب كورونا. أو يعني فرضت جائحة كورونا أيضا وإجراءات الإغلاق بشكل من عام التحديات إلى ظهور نمط جديد من الاستهلاك هو الشراء أونلاين على سبيل المثال، حتى في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، أثر بشكل كبير على النمط، على ثقافة الاستهلاك بشكل عام في العالم العربي والعالم بشكل عام. طبعا لانه وسع دايره الاعلان. يمكن حضرتك احنا قلنا الحرب الاوكرانيه جزء، لكن كان في قبل حرب روسيا واوكرانيا ازمه كورونا وما تبعها من اغلاق وانحسار الانتاج في بعض الاحيان، الى اتساع نقاط او وقت الفراغ عند العديد من المواطنين مع تدعيم شبكات التواصل الاجتماعي واعتبارها منصه من منصات الاعلان للسلع. وزي ما حضرتك تعلمي والساده المشاهدين انه الاعلان بيخلق احتياج للسلع وبالتالي يشكل درجه من الضغط على اقتصاديات الافراد وعلى اقتصاديات المجتمعات في تلبيه الرغبات الاستهلاكيه المتزايده مع اتساع نطاق الاعلان ونطاق المطروح من السلع وإشعار المواطنين أن في هذه السلع تكمن السعادة وأنه لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.